الله حيهم جميعا، هلا وغلا ومرحبا، نورت المكان. انا احمد الشمري، صانع محتوى ورحاله من السعوديه، مسافر على مدار ال 24 ساعه بشعار كن على ثقه بنفسك وحلمك. وش تنتظر؟ حياك الله وانضم معانا نلف العالم سوا، وخليكم مع المقطع. بحكم ان احنا موجودين بوحده من افضل واحلى المدن اللي هي كيوتو، قلت خلونا نستكشفها مع بعض انا وياكم. فلذلك اصدقائي صديقاتي، حياكم الله في كيوتو. عشان تعيش التجربة في كيوتو لازم تلبس الكيمونو. شو شلون؟ تحس اني ياباني ياباني، ما في اجسلكم انا. طبعا محلات الكيمونو كثير، انا جربت المحل هذا، هذه ازياء البنات هنا كثير، البنات مدلعينكم مكياج وماني عارف ايش ولبس، يعني طبي وتخير. وحنا يا رجال حاطين القسم هذا، اوكي يعني على قد حال صغير، فتيجي تختار لبسك ويطلعون معك ذا العجز، يا زينهم ذا العجز، زي قبل شوي هناك حشني في الزاويه يلبسوني يلفلفون فيه. تجي وتلبس ذا الكيمونو تكشخ وتبدا تطلع تنطلق في عالم كيوتو. بس هذه فكره الكيمونو. طبعا انا اخترت هذا، حسيت انه مدري فخم. خلونا نقول لكم شغله مهمه، اذا شفتوا المقطع اشياء ما لها داعي، ما دخل في الموضوع اصلا، بس لاني كاشخ في اللبس فبحاول اوريكم اياه باي شكل من الاشكال الين ما تمدحوني في الكومنتات انه احمد لبسك بطل. دافع لي فلوس، هتعزمون بلاش، قيموني زي الناس. ذاك اليوم ماريو زبتولي. فوشي ايناريا، طبعا مشهور هذا المكان بالاف البوابات اللي اسمها توري جيت. طبعا اعتقد راح تعرفونها لانه اذا بحثت على اليابان او حتى شفت شعارات لليابان دائما تشوف البوابه هذه. البوابه هذه ترمز انه في معبد للشنتو هنا، ودائما لما تروحون مثلا لو تشوفون معابد من برا او من بعيد بتشوفونهم يحطون البوابه، يعني كذا انك انت تعتبر راح تدخل مكان مقدس، وتشوفون المحليين بسبب ديانتهم يعني يجون عند البوابه وينحنون احتراما للمكان هذا. اصدقائي الكيمونيين كلنا نتمشى هنا في الكيمونة، رهيب. بس والله العظيم يا اخي المشكلة الله يهديها عجيزنا الطيبة ذيك، احلينها يا اخي كبيرة بالعمر يا زينة، شدتني شدة كذا بنكرياسي انخلط مع كليتي ترى. طبعا لما تيجي لهذا المكان اللي هو جبل ايناري، في معابد وفي مسارات. انا بالنسبة لي راح اتجنب المعابد، ما راح ادخلها لانه حرام، وتبدا تمشي المسارات الين ما توصل للقمة، وبكذا تقدر تشوف الاف البوابات، تاخذ راحتك بالتصوير، وبنفس الوقت اعلى القمة يمديك تشوف المنظر كامل لكيوتو. تقريبا تاخذ منك ساعتين عشان توصل فوق. اوه شوف الخريطة ايش كبرى، وين ترى جبل كبير، شوفوا من هنا احنا موجودين هنا الحين، هذا المعبد، ما انا ما راح ادخل المعبد، وفي من هنا تطلع فوق تكمل تروح للجبل وتروح للالف بوابة فوق هناك كذا، وتكمل تكمل وتطلع فوق وهناك وتكمل فوق للجبل. الهدف حاليا ابي اوصل لهذا المكان اللي هي الالف بوابة هذه اللي جنب بعض. طبعا يقولون عشان تطلع الجبل كامل الى اعلى قمه فوق يبيلك في حدود الساعتين تقريبا، وكلها درج طالع. يوه الزحمه يا ناس، انا اعشق هذه الاشياء اللي كنت تكون فيها كذا اناره وتنور كذا بالليل، مره حلو. شايف عموما التصميم الياباني انا مره عاجبني مره. من هنا تبدا تدخل البوابات. طبعا بعلمكم شغله مهمه، اذا انت كنت بتصور هنا صور، كل ما تتعمق اكثر تخف الزحمه. الزحمه راح تمسكك في البدايه، كل السياح بتشوفهم هنا، كل ما تتعمق اكثر تدخل راح تحصل بوابات زياده وبتحصل اماكن فاضيه. هذا هو، لما توصل هنا توصل للالف بوابه. طبعا انت تروح يمين، اللي رايحين يروحون يمين، والجايين يجون يسار. من كيف هذه الالف بوابه؟
طبعا البوابات اللي منتشرة بشكل كامل على الجبل إلى القمة تخيلوا هي إما تبرع من أشخاص أو حتى شركات، وكل بوابة مكتوب عليها الاسم مثلا الشخص أو الشركة، وطبعا كل ما كانت البوابة مرة كبيرة يكون التبرع مبلغ كبير. تقريبا بعض البوابات تتعدى أسعار $15,000، ومو بس كذا لهم قائمة طويلة عشان أنت تحجز مكان وتجي تحط بوابتك هنا وتبقى عاد آلاف السنين. لما تخلص الألف بوابة كذا تطلع على طول في عندك محلات تبيع يمينك ويسار وتتكمل، وكل ما تمشي تكمل. وأحلى شيء اللي أنا عجبني هنا أنه فيه حاطين لك مثل الخرائط هذه فتعرف أنت وين بالضبط وين مسارك. خليني أوريكم القمة اللي أنا كنت أقصدها. شوف إحنا موجودين هنا الحين، وهذه لسه الجبل كل ما تطلع أكثر بتحصل بوابات، يعني كل ما تعمق زيادة فوق ما يكون في سياح كثير، تقدر تاخذ راحتك بالتصوير إلين ما توصل قمة جبل إناري. شوفون يعني مثلا هذه البوابات صغيرة، شوفوا هذه تصير أكبر، يعني شوف هذه البوابة أكبر من مثلا هذه البوابة وهذيك أكبر. فهمت الطريقة؟ يا أخي والله الصوت رهيب. أنا والله ودي أطلع فوق أوريكم، بس إنه اللي لابسه ما يساعد أبداً أبداً ما يساعد. يا أخي والله جميل المكان، مرة جميل فعلاً، مهتمين في الجبل هذا. بس أنا لو إني ما لابس ذا العصيان اللي بروتليني هذا كذا عرفت أمشي يا ناس. لو تشوفون شو مشيتي خايسة والله، بتضحكوا ضحك. هذا ضيق علي ورجليني كذا، رجليني مفحوجة كذا، ما ادري قاعد امشي. واحنا شايف في المنطقة هذه حق فوش إنار انه برا كلها محلات، تقدر تمشي على رجلينك يمين يسار، تبي تجرب اشياء معينة، تبي تاكل. حتى حاطين لكم بوابة هنا، شو شكلها؟ آه لو ما فيك، لو ما فيك شده تطلع فوق تعال صور عند هذه. اذا تبون نصيحه والله ما امزح، اذا كان الجو مشمس نصيحه خذوا مظله، لانه والله الشمس عندهم قويه قويه بشكل ما تصورونه. كان راهب اي والله، لا خلاص مضي. اذا ودك تعيش حياه او شعور كيوتو القديمه لازم تجي جيون هذه المنطقه. هنا كل شيء تقليدي لدرجه انه حتى في ستاربكس حاطينه تقليدي. بعد شوي بنمر ستاربكس وتقريبا على نهايه الطريق، بس خلينا نستكشف انا وياكم المكان. ابغى اوريكم شلون كذا عرفتوا تشوفون البيوت التقليديه، كل شيء كل العالم لابسين. ها شوفوا اصدقائي الكمونيات كلهم لابسين كمونو هنا، شوفون. والله يا اني ازعاج وانا امشي. والله يا اني ازعاج. وكذا شكل البيوت يمينك ويسارك، هذه ميزه حي جيون. طبعا لانه الايام هذه مره حر مره شمس، فما تشوف كذا مره سياح، ترى يعتبر كذا ما في سياح بالعاده. الاجواء الزينه يا ساتر، هنا مره زحمه. ولكن يقول لك مصائب قوم عند قوم منافع، العالم احترقت في الشمس راحت بيوتها نجيت. ما تشوف كل مكان، شوف كيف محلاتها. جميل يا أخي المكان والله، جاز لي مرة. بس والله العظيم وانت تمشى كذا في المناطق فعلا طراز ياباني بدرجة هاي. شوفوا كيف الشكل، شوفون. طبعا هذا تقريبا هذا اشهر مكان لانه هنا ستاربكس اللي قلت لكم. طبعا هذا ستاربكس هو ستاربكس الوحيد، انتم عارفين مثلا ما يجي يقول لك ستاربكس ولا ماكدونالدز كلهم طراز وتصميم واحد، هذا الوحيد اللي في العالم اللي على الطراز الياباني مسوينه كذا بالشكل الياباني هذا.
كذا حاطينه في بيت ياباني. ابى ادخل كذا باخذ فيه برا عشان تفهمون الفكره شلون. شوف ستاربكس كذا، هذه البوابه وما تدخل شوف كذا شكلها على اليمين، ابد داخل بيت ياباني. عاد انا جاي مكاشخ لهم بالكمون الحين. والله صوتي مزعج، والله صوتي زعج. استغفر الله العظيم. لو شفتوا كيف الناس تناظر لي وانا داخل، يقول شد البطريق اللي دخل علينا طخ 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 طلع صوت. طبعا للاسف زحمه، تشوفون الناس كذا كثير داخل، ولكن الغرف اللي هنا صايره كذا، شفتوا اللي كنا البيوت اللي هي اليابانيه حاطين لك مخدات بالارض تجلس جلسه يابانيه في بيت ياباني، ولكن بستاربكس. هذا الفرق. والله ما نعرف كيف انزل باللي لابسه ذا، فجاه اجيهم سفري يمشي ذا الكمون اللي طاح علينا من فوق. افضل تجربه تجربها اذا تبي تجي، وتعال قبل الزحمه شوي عشان يمديك تحجز لك كذا بالغرفه داخل وتجلس الجلسه اليابانيه، ولكن انت تشرب مشروبك المفضل من ستاربكس. هذا افضل شيء يعني. بسم الله يلا خلينا نكمل الطريق. كذا يمينك ويسارك. والله يا اخي والله العظيم عموما ترى مو بس حتى اليابان، في الدول اي دول ثانيه لما اشوف البيوت التقليديه والكذا يا اخي ما ادري احسها راحه نفسيه والله. والله شدت عيني الراس. شو اسمه؟ لو ما ركزتوا ترى في تنين هنا انا مسميه موشو. عموما المكان هذا اسمه ماتشا هاوس وله تقريبا اكثر من فرع. الشيء اللي انا بيكم تجربونه، تعرفون الحلى التقليدي اللي هو الايطالي اللي اسمه تيراميسو؟ هنا نفس الفكره ولكن بلمسه تحوليه يابانيه. اكيد يابان تتكلم عن الماتشا، فهم مسوينه هنا بالماتشا. طبعا هو ترى مكون من طبقات، الطبقه اللي فوق حاطين لك الماتشا كذا معطينك رشه ماتشا، وتجيك الطبقه الثانيه، الطبقه الثانيه هذه خليط كريمه بيضة اللي هو خليط ما بين السكر والبيض والماتشا برضو، واخر طبقه الثالثه تحت يجيك مثل البسكوت السافوياردي. هذه الطبقات، هذا اللي انا برشمته وجيت علمتكم اياه، الحين بجربها معاكم، هل فعلا تستاهل ولا لا؟ بس كلهم يقولون تستاهل. كذا سقط كريمه على ماتشا وجرب. بسم الله. لذيذ والله. اي هذه هذه شباب، هذه طبقة البسكوت اللي اقول لكم عنها، شوفونها تحت. طبعا بعد ما تضربك الشمس برا، الشمس هنا في اليابان والله ما ترحم، تجي هنا وتبرد على قلبك. عندهم منتجات كثيره ترى، عندهم ايس كريم وعندهم مشروبات، بس انا هذا اللي كنت ابغى اجربه، لانه انت لما تسمع عن التيراميسو اللي هو الايطالي وتشوف هنا في نسخه تحوليه كذا منها يابانيه فودك تجرب. والله يستاهل يا اخي. الغريب انه المذاق كذا يجيك الحلى حق التيراميسو نفسه مع مراره الماتشا، فصاير كذا ميكس حلو. وترى هذا الطبق مو بس اليابانيين، صار محبوب الملايين في اليابان وبرا اليابان. الطبق هذا ترى صار مره مشهور. شوف كذا حاول لي ساعه احفر فيها بوريكم. شوف شلون صاير كذا طبقه البسكوت تحت هذه. يلا يلا يلا. هذه والله شكلي بعتمدها في كل مقطع، كل ما جيت اكل بوكلكم معي. كوي طلع هوا هذا. احلى شيء بقيون المنظر من هنا، يعني هي صايره المنطقه كذا داخل، عرفتوا؟ ورا كذا كلها جبال، عشان كذا تشوف فيه طلعات، واذا تعمقت بزياده من الجهه ورا بتشوف كيف الممرات طالعه كذا بين الجبال الى فوق. هذا بني ادم واقف ساموراي ولا يتهيالي؟ هو واقف يعني حد تصوره ولا ايش؟ ولا هو لحظه لخمت والله. وش هذه؟
تمثال والله من بعيد شلون جزمته كذا تحس انه صدق. السلام يا شكل هنيك على الشنب. خوفني والله خوفني والله خوفني والله والله خوفني يا الله حسبه منظر والله اني حسبه منظر. اسمع اسمع خليني بروح ابدل الملابس لانه والله مشيتي مشيت بالطريق ماني عارف امشي زين. اصدقائي صديقاتي واحد من الاماكن المشهوره في كيوتو وما تعتبر جيت كيوتو الا اذا جيت هذا المكان فخلونا نروح له وياك مع بعض. يا سلام يا الروقان والهدوء الصباحي الجميل. اي صح ترى تجيني كومنتات على موضوع الاسلاك يقولون احمد انه يعني اليابان ما توقعت عندهم الاسلاك كذا. صحيح اليابان متطوره ولكن انتم عارفين ان اليابان على اللي يسمونه الحزام الناري عندهم الزلازل كثيره فما يحاولون يتجنبون الاشياء اللي تدفن في الارض عشان كذا دائما الكهرباء تكون كذا بالطريقه هذه عشان الزلازل يعني. وحتى المباني لو تبحثون عن المباني تحت يحطون مثل السبرينج ما يسمونه فيصير يتحرك المبنى مع اهتزاز فتشوف كذا المبنى يهز معك يمين يسار عرفت اذا جاء زلزال قوي يعني. يلا صباح الخير شوف شلون طريقه الزلزال عندهم. يلا سترك توني صاحي بصلي الفجر قامت تهزز الدنيا. ايزي شو صغير لبسته خوذه. وهنا اليابانيين عايشين يزن حواليهم يا اخي. هذول شافوا شيء اصبر خلينا نشوف ايش شافوا البنات دول. اوكي شافوا يمكن عصير ولا. بشارككم شيء عني تدرون انه انا من الاشخاص اللي احب اسكن في بيوت ما احب المدن ترى. انا ما احب التطاول في البنيان والمدن احب اسكن في المدن الصغيره او القرى اللي يكون مثلا كذا الشارع فيه البيوت يعني مثلا يمينك بيوت يسارك بيوت ما ادري ليش بس احس انه الناس كذا تحسها قريبه لبعض اكثر الجار يعرف جاره. طبعا ما ادري عن وضع اليابانيين بس اتوقع يمكن كذا ولكن احنا الحمد لله امورنا طيبه يا العرب فتحس كذا الجار يعرف جاره وهذا يعرف فلان وعلان احس مره امتع من حياه المدن. وين المكان يا ابو حميد؟ هذا هو المكان أراشياما اشجار الخيزران. اذا انت او انت شخص مهتم في كيوتو لازم تجي هذا المكان هذا تقريبا اشهر مكان. ولكن قبل ما نستكشف المكان زياده ونتمشى فيه انا وياكم خلونا اعطيكم معلومه على السريع. انا ما احب ان انا وياكم نوصل المكان نستكشفه وحنا ما نعرف عنه. انتم متخيلين قبل قرون كانوا يزرعون اشجار الخيزران عشان تكون حاجز طبيعي للمقابر اللي هنا وبرضه للمعابد ومن بعدها بدات تصير مزار سياحي وصار السياح يجون يستمتعون في المنطقه. ترى كان هذا اساسها كذا اشجار الخيزران تصير وانت تمشي يا ناس يسارك يمينك على ارتفاع طويل فوق ولسه كل ما تتعمق زيادة في المناطق يعني ترى المسار هو مرة طويل تمشي زيادة أكثر بتحصل خيزران أكثر عرفتوا؟ فأحلى شيء إنك أنت تجي الصباح ما يكون فيه كثير سياح تستمتع بأصوات العصافير وبرضو الهواء كذا يكون لطيف كذا عرفت لطيف خفيف. إذا أنت مهتم إنك أنت تمشي في الطبيعة راح تنبسط وإذا أنت أو أنت مهتمين في الصور راح تجون هنا وتنبسطون بعد. والله العظيم المكان يفتح النفس رهيب. اسمع صوت العصافير شوف شلون هنا كذا في نور صح بعدين لما تدخل كذا يبدا يخف النور لانه خلاص تصير اشجار الخيزران طويله شوف ارتفاعها لوين فوق كذا. وخرت بس الكاميرا عشان اهلنا وحبايبنا من دول الخليج ما بيصورهم. شوف شلون شوف شوف كذا شو هذا هو اصلا شوف ارتفاع الشجره لوين فوق هناك جيت هذا المكان بالليل. السببين الرئيسية اللي خلتني أجي المكان هذا. السبب الثاني سمعت مقولة أو معلومة أنه هذا المكان يحطون مثل فوانيس تنور بالليل فيكون المكان مرة حلو ولكن للأسف طلعوا كذبي لأنه شوفوا ما في شيء. ولكن السبب الرئيسي الأول جيت هنا لأنه أبغى الهدوء وبأسمع صوت الهواء وهو يضرب كذا بأغصان أو شجر الخيزران كنت أبي أسمع. فنسمات الهواء لما تجي وتضرب فوق شجر البامبو
تبدا تحركه خفيف يطلع صوت، ما ادري شلون اشرح لكم الصوت، بس والله العظيم جميل بالليل جميل. طبعا انا ما انصحكم تجون، انا جيت اجرب نفسي لانه خفت اني انا اقول معلومه للناس انا ما جربتها بنفسي، انا اخاف الامور هذه، احب اجرب بنفسي قبل ما اعطيكم اي معلومه. فهذا شكل البامبو في الليل. ايوه البدايه دي انا اعرفها كويس، هنا الابطال يموتون بالفيلم. وصلنا الى معبد كينكاكوجي. صحيح انه معبد وانتم تدرون انا ما شدني المعابد، ولكن اللي شدني انه هذا المعبد بالاساس كان فيلا، فهنا شدتني فعلا القصه كيف فيلا الشخص تتحول لمعبد. وبرضه اللي شدني الشيء الثاني الهندسه المعماريه، وبرضه الشيء الثالث داخل في قائمه يونسكو. خلوني اوريكم المكان، هو مو بس معبد، يعني اذا ما تبي تجي عشان تستمتع في موضوع الهندسه المعماريه، طبعا احنا ما نتكلم عن المعابد دخولها لانه حرام، احنا نتكلم عن الهندسه المعماريه والثقافه القصص من الموضوع في هذا الشيء. هذه شوف شلون كذا الحديقه مزينه، بسم الله عليه الحاسوب ليس ففي هذا المكان مزين بطريقه مره حلوه، مره حلوه. شوف شلون والله العظيم ستايل الحدائق باليابانيه مره اسطوري. طبعا في كل زاوية في أي مكان سياحي بتحصل أشياء تقدر تشتريها من هناك من المكاين، وبرضه راح تحصل وتقدر تحصل وبتحصل برضه عاد أكيد الماتشا، أنت اليابان آيس كريم ماتشا وحركات تنباع هناك وفي دورة مياه. والله حلو شجرهم كذا، وحتى براد كذا، والروائح مرة حلوة. جميل هذه هي بوابة الدخول من هنا. الله شوفوا بالله شوفوا كيف. وجه المطرود صح؟ للأسف الشديد طردوني، ممنوع التصوير هناك، فسويت حركتي اللي دائما اسويها معاكم اذا انطردنا، اسوي نفسي اصور صوره بس انا فعليا قاعد اصور فيديو. اصدقائي صديقاتي خلوني اقول لكم قصه المعبد هذا. في الجزء الشمالي يتواجد معبد كينكاكوجي، ولو تلاحظون الدور الثاني والثالث مطلي بالذهب ومصنوع من شجره السابرسز او بالعربي السرو، وتخيلوا كل دور له ستايل مختلف من حقبه زمنيه مختلفه. طبعا الدور الارضي اسمه هوسوي ان بناء على ستايل اسمه شيندينزي كوري، وكان هذا ستايل هو اخر ستايل من الستايل الياباني الكلاسيك في القرن السابع. ولما نروح للدور الاول اسمه شو اندو، واللي بنوه على ستايل بوكيزي كوري اللي هو ستايل الساموراي. اما الدور الثالث اسمه كوكيو تشو، وبنوه على ستايل الصيني، عشان كذا لو تلاحظون في طائر الفينيكس فوق بالقمه. ولو ما تعرفوا ايش يرمز لها طائر الفينيكس اسمح لي ثقفك انت وياها شوي. يرمز طائر الفينيكس على الازدهار والنجاح بناء على الثقافه الصينيه. اشوف الخقه بعيونك انت وياها، تبون ياباني اجيكم، تبون صيني اجيكم، اجتلكم معلومات. ولكن هنا الصدمه، انه هذا من الاساس ما كان معبد، كانت فيلا لشخص، ولا وفيلا تقاعديه. يا اخي والله العظيم ذي الغربان اللي جت في مكان تحس المكان رعب، ما ادري ليه تحس انك كذا بتموت فجاه. كان هذا الشخص اسمه اشيكاغا يوشيميتسو، وكانت فعلا ترى فيلته التقاعديه، كان هذا الشخص زعيم وحاكم، وتخيلوا كان عضو من اعضاء واحده من اقوى العشائر، كان اسم العشيره اشيكاغا، وكان ترتيبه بالتسلسل القيادي ثالث. طيب ابو حميد ادخل معبد صور لنا اياه بنشوف من داخل. هنا نوقف. اللي انا احبه وافضله دائما انه اجي انا وياكم نستمتع بالحديقه، نستمتع بالهندسه المعماريه، نشوف قصصهم ثقافاتهم نطلع عليها، ولكن بدون ما ادخل معبد، بدون ما اشارك في طقوسهم، وبدون حتى ما اتبرع لهم، لانه يا اخوان حرام. فانا ما اقدر اسوي هذه الاشياء لانه انا عندي هذه الامور خط احمر، وانا والله عندي عموما رساله في صناعتي للمحتوى بشكل عام، لا بارك الله في صناعه محتوى يعارض الدين والقيم ومجتمعنا العربي. فاتمنى تتفهمون موقفي، فالدين والسياسه انا ما احب اتطرق لهم، خلونا نستمتع في الجمال والطبيعه ونستكشف الدنيا انا وياك. واذا انت للحين في منطقه جيون، اطلع من جو البيوت التقليديه والتصاميم اليابانيه وانغمس في الطبيعه. وين؟ في حديقه مرياما. ايوه هذا مكاني، حطوني بين الاشجار والورود. يا الله يا زين الهدوء والراحة، والله الحديقة هذه مرة حلوة. لو تشوفون اللي قاعد اشوفه هناك من بعيد، شوفوا كيف الشكل، والله مريحة. هنا في محلات على اليمين، تبي تخطف لك سناك على السريع. شوف الله جميلة يا اخي، في شيء لفتني باليابان، شيء والله العظيم فعليا يا اخوان جاب راسي من الاخير. يعني انا احب لما تكون مثل البركه
حاطين فيها كذا الحجر ومضبطينها بطريقه. شوف شلون مسوينها، جميله صح؟ جميله مره. شلون يا اخي كذا حلو، تجي كذا تفصل شوي، تتمشى تتمشى تتمشى، ولما تتعب تجي هنا وتجلس تريح كذا بالخضار والطبيعه. هنا الواحد فعليا يتمنى يكون بقره يا اخوان، تقعد تعض العش هنا لين ما ربك يفرجه. والله هوشة غربان، اول مره احضر هوشة غربان. يا شباب يا شباب اسلم بقسوك يا زلابة. اذا جاء تساؤل براسك عن مدى امانة اهل اليابان، هذه شوفوا واحد ناسي مدى هي نظاراته ولا شيء، ناسيها هنا ما حد خذها، مع انه هذا ممر سياح تقدر تمشي هنا وتروح تجلس وناس تجلس هناك، مع ذلك ما حد خذها. شوفوا الحين هنا هذه امانتهم، والله العظيم هذا الشعب فعلا ترى الناس تترك جوالاتها تترك اللابتوبات على الطاوله. انا من الاشخاص اكون في ستاربكس والله العظيم لو بروح دوره مياه وانتم بكرامه اخلي لابتوبي واغراضي واقوم، ما اقول لك سوي مثلي، ولكن اقول لك الشعب الياباني ما منه خوف في الامور هذه، انت تخاف فقط من السياح اللي جايين برا اليابان. ولا شوف هذه هنا ما حد خذها. لا لا استغفر الله ايش دعوه، شوفون ما في احد جا خذها. في مكان بوديكم اياه الحين مره اسطوري، بالذات اذا جيتوا فيه موسم الربيع. المكان اللي بوديكم اياه هناك بعد هذا الشيء. يا اخي يا زين حواريهم والله. يا اخي هدوء. والله هدوء بس صوت سيارات اسمعوا. انتم متخيلين عندي الساعه 5 العصر الحين؟ اذا جيتوا كيوتو بنصحكم نصيحه، حاولوا تدخلون كذا بالحواري حقتهم، بس تمشوا وشوفوا كيف حواريهم، كيف التصميم، كيف التنظيم، كيف النظافه، راح تاخذ كذا فكره حلوه عن اليابان وحواريها الشعبيه كذا. هذا هو المكان. ادري بتقول احمد وش السالفه، هذا الممر اللي من هنا، شوف السيكل اللي بمر الحين بنفس هذا ممر السيكل، هذا الممر كامل. طبعا انا عندي هنا قناه كامله يسمونه فيلوسوفر باث. طيب وش قصه هذا الطريق وليش يا ابو حميد جيت وعلمتنا عن هذا المكان؟ اسمعوا قسم بالله حسبته بينط، تلخمت قلت اني قاعد اشوفه بشاشه صغيره. اول شيء لازم تعرف ليش سموه فيلوسوفر باث او الطريق الفيلسوف او طريق الفلسفه، او يعني سموه بناء على شخص مشهور فيلسوف اسمه نيشيدا كيتارو. وقصه هذا الفيلسوف انه كان يوميا يمشي في هذا الممر كامل وهو رايح للشغل، ولكن اللي خلاه مشهور بالنسبه لنا احنا كسياح اذا انت جيت بموسم الربيع، بموسم الربيع الطريق هذا كامل يقلب ابيض بناء على موسم ازهار الكرز. ولكن للاسف انتم مثل ما انتم شايفين الدنيا خضار حولي، ما هو موسم ربيع. اذا قدرت تجي في موسم الربيع اليابان لازم تترك بصمه هنا، والله راح تاخذ صور حلوه، وحتى لو انت مالك في الصور تبي تستمتع في المناظر الطبيعيه راح يعجبك المكان. تشوفون هذه القناه وهذا الممر كامل، ترى هو شوي طويل. وانت تمشي هنا الدنيا كذا بيضة، ازهار الكرز حولك،